برعاية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحموض الصباح وعدد من رموز الثقافة في العالمين العربي والإسلامي. أقيم أمس حفل اختتام فعالية اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016، حيث تزينت دار الأوبرا بلوحات إسلامية ثقافية فنية منوعة. المغردون تداولوا بفخر واعتزاز صورا ومقاطع فيديو لأوبريت قوافل النور والذي قدمته فرقة إنانا السورية، حيث تناولت فيه سيرة عظماء العالم الإسلامي. المغردون أشادوا بأغنية حفل الختام تحت عنوان نحب الخير، والتي شارك بها عدد من مطربي الكويت والدول الخليجية. فبأسمى التهاني والتبريكات هنأ المغردون الكويت حكومة وشعبا، مشيدين بنجاحها كعاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016، متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.